أظهرت مقاطع مصورة من كاميرات مراقبة أن مستوطنين إسرائيلين إسرائيليين أو مستوطنين إسرائيليين مزقوا نسخا من المصاحف أو المصحف الشريف بعد اقتحامهم مسجد قرية عريفة في نابلس واعتدى المستوطنون على المسجد والمصاحف فيه كما اعتدوا على الفلسطينيين وممتلكاتهم في القرية ويواصل المستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم في قرى جنوبي نابلس لليوم الثالث على التوالي <applause> <أنا صحيح>.